اتعلمت السواقه فين يا كبداك؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا؟ لا 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 اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي.